حقيقة الإعجاز الرقمي من أجمل أنواع الإعجاز في القرآن الكريم. اليوم أيها الأحبة سأتأمل معكم سرا لطيفا من سورة الرحمن. هذه السورة العظيمة عروس القرآن تكررت فيها آية وهي قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تكررت بالضبط 31 مرة هذه الآية. هناك من الملحدين من بدأ بالتشكيك والطعن والاستهزاء، يقولون انظروا كيف تتكرر الآيات دون أي هدف. الحقيقة هذه الآية أيها الأحبة تكررت بطريقة مذهلة. سورة الرحمن تتألف من 78 آية، يمكن أن نقسمها إلى 4 نصوص. النص الأول أيها الأحبة وهو من الآية 1 إلى الآية 30، هذا النص عندما نقرأه نجد أن فيه حديثا عن جنة الأرض، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام إلى آخره. ذكرت فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان 8 مرات، 8 مرات. دققوا على الرقم أيها الأحبة، لأننا سنكتشف بعد قليل بالفعل تناسق مذهل مع أبواب الجنة وأبواب النار. النص الثاني أيها الأحبة من الآية 31 إلى الآية 45، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا الآيات نراها، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. إذن الحديث هنا عن جهنم. نجد أن آية فبأي آلاء ربكما تكذبان تكررت في هذا النص 7 مرات بعدد أبواب جهنم، سبحان الله. إذن عبارة أو آية فبأي آلاء ربكما تكذبان تكررت 7 مرات، لأن النص يتحدث عن جهنم، فتكررت فبأي آلاء ربكما تكذبان 7 مرات بعدد أبواب جهنم. النص الثالث يتحدث عن الجنتين، كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. هنا نجد في هذا النص من الآية 46 إلى الآية 61 تتكرر آية فبأي آلاء ربكما تكذبان تتكرر 8 مرات بعدد أبواب الجنة، سبحان الله. إذن النص يتحدث عن الجنة والآية تتكرر 8 مرات بعدد أبواب الجنة. ننتقل بعدها أيها الأحبة إلى النص الأخير، وهو من الآية 62 إلى الآية 78، آخر آية: ومن دونهما جنتان. آخر نص في هذه السورة من الآية 72 إلى الآية 78، وهو نص يتحدث عن الجنتان. أيضا نجد أن آية فبأي آلاء ربكما تكذبان تكررت 8 مرات بعدد أبواب الجنة، سبحان الله. يعني تأملوا أيها الأحبة، إذن أصبح لدينا في أول السورة 8 مرات حديث عن جنة الأرض تتكررت 8 مرات فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم نجد النص الثاني حديث عن جهنم، فنجد أن آية فبأي آلاء ربكما تكذبان تتكرر 7 مرات بعدد أبواب جهنم. في النص الثالث نجد حديثا عن الجنة يوم القيامة، فنجد أن عبارة أو آية فبأي آلاء ربكما تكذبان تتكرر 8 مرات بعدد أبواب الجنة. والمقطع الأخير أو النص الأخير في سورة الرحمن، النص الرابع، يتحدث أيضا عن ومن دونهما جنتان، أيضا يتكرر أو تتكرر آية فبأي آلاء ربكما تكذبان تتكرر 8 مرات بعدد أبواب الجنة. والله أيها الأحبة إن هذا النظام الدقيق لا يمكن أن يكون بالمصادفة، وهو مصداق قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.